إذا عندي هون بس قبل ما أكمل بس نحكي إنه هذا هون رح نعتبر هدول disturbances. ما حكينا عن الفيد، يعني إذا بدك مثلا نسميها F اللي هي الماس فلو ريت للفيد، وطبعا المفروض إنها تكون مساوية لإيش؟ ما بنعرفش إنه هذا هون الفوليوم رح يضل constant ولا، فما هو ضروري إنه F بتساوي D زائد B، لأنه الفوليوم جوا ممكن يتغير، أو الماس عفوا الماس رح تتغير جوا. إذا عندي فيد رح أعتبره disturbance، رح أعتبره disturbance variable. ايش حاطين سنسورز احنا على الليفل انه نحافظ على التانك قديش ارتفاع التانك مزبوط، بس انتبه هذا الارتفاع مش ما بيمثل ارتفاع، لانه هذا بس مثل قديش جزء منه ليكويد وقديش مزبوط ممكن يكون في جزء منه غاز وجزء ليكويد، فلو ارتفع هذا بس معناها انه انتقل جزء من هذا وتحول لليكويد عمل كوندنسيشن او العكس، مش شرط معناها انه الفوليوم اللي موجود. الشيء الثاني اللي هو الكومبوزيشن كمان رح يعتبره ديستربنس، الكومبوزيشن الاصلي قديش نسبه الديستلت اللي موجود في الماده الخام الفيد هذه اللي انا شاريها وقديش نسبه البوتومز فيها، فيمكن تكون مثلا انا استرخصت وشريت شيء رخيص فنسبه البوتومز فيها عاليه ونسبه الديستلت فيها منخفضه، او عماله بضل يصير عندي ديستربنسز، اليوم شريت مجموعه وبعدين رديت شريت مجموعه ثانيه وجدت انه المحتوى تبعها اختلف، هدول disturbances للبروسيس. زي ما انتو حكيتوا كمان احنا ما حطيناها بشكل واضح، درجة حرارة الكولنت كمان ممكن اعتبرها يا اما constant وانا متحكم فيها 100% وثبتها وما فيها كلام، او راح اعتبرها disturbance. ودرجة حرارة الهيتينج ميديوم راح اعتبرها كمان انه انا متحكم فيها بالمية وconstant او انها disturbance. بس احنا للآن ركزنا على الخمسة اللي موجودين هدول. اذا انا عندي البلانت هاي لها خمسة inputs وخمسة outputs. هلا الان بدنا نصمم كنترول سيستم، شو رح نعمل؟ ايش ممكن نعمل؟ ايش احد الاشياء اللي ممكن نعملها؟ كيف ممكن اصمم كنترولر؟ خلص هاي البلانت جاهزه، اجوا ركبوا لي كل السنسرز والاكتويترز، قالوا لي كل شيء تمام، هاي البلانت جاهزه ومركبه، السنسرز فحصناهم، تاكدنا انه هذا السنسر كاليبريتد، اكس دي كاليبريتد انالايزر ترانسميتر، وتاكدنا انه هذا الانالايزر ترانسميتر شغال فعلا، لما كان مثلا المحتوى تبع البوتومز 97% اعطاني الانالايزر ترانسميتر 97%، وسحبنا لك هدول الاسلاك كلهم هيهم موجودين على الكنترولر، وطلعنا من الكنترولر خمس انالوج اوتبوتس، والخمس انالوج اوتبوتس عمالهم بيتحكموا في الفالف هاد والفالف هاد والفالف هاد والفالف هاد والفالف هاد، خمسه فالف مش هيك؟ تحكمنا بكل هدول جاهزين. هلا ايش ضل عندي؟ بدي الكنترولر، بدي المخ تبع الهاي، بدي استراتيجي تبعت الهاي. ايش الاستراتيجيز اللي ممكن؟ علي صوتك. تمام، قبل ستيت سبيس شو كنا نعمل؟ شو كان ممكن يعملوا قبل ستيت سبيس؟ ستيت سبيس مش سهل. ونسبيا على فكره ستيت سبيس حديث، نسبيا حديث، قديش يعني؟ ستيت سبيس موديلينج والكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي وهذا اي بنحكي اي سنه؟ تقريبا بالستينات. وحتى هي لما طلعت بالستينات ما طبقتش في الصناعه بعدين، لحد الان في اسلوب ثاني، ايش احد الاساليب اللي ممكن اعملهم؟ هدول خمسه وهدول خمسه. اعمل خمس لوبس. اعمل خمس لوبس. يعني باجي هون احد الطرق احد الاوبشنز اللي بتوفر عندي الكنترول استراتيجيز بدي اعمل مالتي لوب. ما هو ميزه المالتي لوب انا بعرفها بشكل كويس في الكلاسيكال كنترول مش هيك؟ المالتي لوب شو بكون لها؟ بكون لها مانيبيوليتد فيريبل وكنترولد فيريبل، وهدول الاثنين ايش بقدر اعمل عليهم؟ بقدر عليهم بي اي دي، اعمل عليهم بي اي دي كنترول. لكن شو المشكله في المالتي لوب لو انا بدي اعمل الان خمس لوبس؟ اذا كانوا متداخلات مع بعض ما بقدر اسويها. تمام، المشكله هلا هو اول شيء قبل التداخل، مضبوط كلام التداخل، قبل التداخل مين اخذ من هون بحيث انه اعتبر انه هذا المانيبيوليتد فيربل راح اربطه مع واحد من الكنترول فيربل. هلا ممكن مثلا احد الاشياء السهله اللي واضحه انه اكس دي، ايش ممكن اعمل اذا انا مش مبسوط من اكس دي؟ ممكن اتحكم بالريفلكس، فيمكن منطقيا من الخبره مثلا من خبره الاوبريتر يجي يقول لك هدول احسن شيء. هلا مضبوط في ديستربنسز بينهم بين الاشياء الثانيه، لان اذا عملت ريفلكس راح اثر على اشياء ثانيه، لكن احد الاشياء اللي ممكن مباشره اعملها اني اعمل اكس دي وار اربطهم في لوب واسير اقيس اكس دي، وبناء على اكس دي اللي انا بدي اياها السيت بوينت اطرحهم الاثنين من بعض، والايرور تبعهم اطلع الاوتبوت منه يتحكم في الاكتويتر هاي، وهذه اعملها وان لوب واعملها بي اي دي تيونينج او بي كنترول اعمل عليها اناليسيس. المشكله طبعا انه هذه الاكس دي لما انا بتحكم فيها بقيسها، اكس دي ما تتاثر بس بالريفلكس مش هيك؟ بايش تتاثر اكس دي كمان؟
في الريبويلينج بتتاثر بالبريشر، في عندي تداخل شديد بين الخمسه هذول. وكمان الريفلكس لما انا بلعب فيه من هون ما بياثر بس على الاكس دي، راح ياثر على، مش راح ياثر على مستوى التانك من هون، مظبوط. اذا هاي وحده ممكن استعملها. ايش كمان ممكن اعمل؟ ممكن كمان نفس الشيء اجي اقول اكس بي، اكس بي راح اربطه مثلا فرضا في الريبويلر اللي موجوده هون. كل ما عملت ريبويلينج اكثر راح احسن المحتوى او الكونتنت تبع اكس بي، فممكن احطهم لوب وهكذا. كم كومبينيشن ممكن اعمل؟ طبعا انا ما بقول انه كلهم منطقيين، بس نظريا كم كومبينيشن بوسيبل عندي؟ خمسه. احسنت، ممتاز. اذا خمسه، اذا عندي ممكن اجي اقول انه انا ممكن هذا المانيبيوليتد فاريبل استعمله عشان يكون لوب مع هاد او هاد او هاد او هاد او هاد، قديش صاروا؟ خمسه. بعدين اجي على الثاني اقول هذا ممكن احطه مع اي واحد من الاربعه اللي ضلوا، وهذا مع اي واحد من الثلاثه اللي ضلوا، اثنين اللي ضلوا، بعدين راح يضل واحد من هون. اذا خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد. اذا النمبر طبعا في منهم اشياء ملهاش معنى راح تكون، بس نظريا نمبر اوف بوسيبل كومبينيشنز يساوي 5 فاكتوريال اللي هو 120. طبعا الاوبشن الثاني اللي احسن انه ايش اعمل؟ اني اعمل هون ستيت سبيس موديل في 5، لاني انا مدرك انه الخمس فاريبلز هذول اذا انا غيرت اي واحد من الخمسه هذول راح اغيره بشكل مشترك، ممكن بدرجات اقل ودرجات اعلى على اللي موجودين هون. اللي اخذ منكم مودرن كنترول بتذكر اذا طلعنا على الاي ماتريكس، اذا كان كل الاليمنتس تبعتها زيرو ما عدا الدايجونال، ايش بقدر اقول انه هذا السيستم ديكابلد؟ يعني لو انا اجيت، لو نظريا طبعا هذا ما راح يكون صحيح هون، بس لو نجيت على هذا السيستم وطلعت له ستيت سبيس موديل، هذول على فكره المانيبيوليتد فاريبلز بلغه المودرن كنترول هم اليوز يو 1 يو 2 وهذا بصير فيكتور، مظبوط، يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 يو 5، وهذول راح يكونوا بلغه الهاي اللي هم ستيت، الستيت تبعت السيستم ستيت فيكتور اللي هم اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. وراح اجي لهاي البلانت اطلع ستيت سبيس موديل الها مالتيبل انبوتس ومالتيبل اوتبوتس وراح يطلع معي ايه. اذا وجدت انه ايه معظم المثلث الاعلى زيروز ومعظم المثلث الاسفل زيروز، معناها في فيري ليتل انتر اكشن ما بين هذول الفيريبلز، وطلع معي دياجونال نظريا طبعا هذا، وطلع معي دياجونال كل ارقامه النون زيرو موجودين على الدياجونال، معناها ايش عمالي بقول؟ بقول عمليا هذول هم 5 بروسيسز ديكابلد مفصولين عن بعض. وهذا الدياجونال اذا بتتذكروا اللي اخذ منكم مودرن كنترول، هذا الدياجونال ريبريزنتيشن مش هيك سميناه؟ هو الدياجونال كانونيكال فورم. هلا احنا اذا بنقدر نوصل لدياجونال كانونيكال فورم وفعلا يكون هذا زيرو او صغير جدا وهذا صغير صغير جدا، إيه ليش هذا جيد بالنسبه لي؟ لاني عمليا انا خلص بعرف انه هذول في ارتباط وثيق بين واحد وثلاثه مثلا، واحد وثلاثه مرتبطين ارتباط وثيق، ولو غيرت واحد تأثيره على أربعة وخمسة واحد واثنين قليل جدا، فأنا خلص بعمل لوب بين مين؟ واحد وثلاثة، وجيت وجدت إنه خمسة تأثيره الشديد على اثنين، لكن هذا في الواقع ما راح يكون. كل ما صار عندي نون زيرو فاريبلز هون في في المثلث الأعلى ونون زيرو دايفرز، شو بقدر أقول؟ إن البروسيس هايلي كابلد، في تأثير شديد ما بينهم المختلفين. فمن ناحية واقعية صعب إني أوصل لدياجونال فور من هون، وهذا هو الهدف الرئيسي من ستيت سبيس. ستيت سبيس باخذ بعين الاعتبار انه انا اذا غيرت واحد من الفيريبلز اللي موجودين هون، لازم تعرف انه هذا الفيريبل اللي غيرته ممكن ياثر على كل الخمسه هذول او بشكل كبير على اربعه منهم مثلا. فهي العمليه عمليه اعقد بكثير من انه يكون عندي 5 سنجل لوب بروسيسز. فعندي هون اذا اخذت استراتيجي هاي راح تكون مالتي لوب، واذا اخذنا استراتيجي الثانيه راح تكون ستيت سبيس موديلينج. بدي اعمل ستيت سبيس موديلينج لهاي البلانت واطلع العلاقه بينهم، راح يطلع معي ايش؟ راح يطلع معي من ستيت سبيس موديل راح يطلع ايه بشكل اللي هي ستيت ماتريكس، بي اللي هي الانبوت ماتريكس لهدول الخمسه اللي موجودين هون، وسي اللي هي الاوتبوت اللي اخذناه من هون. اللي احنا اظن اذا اخذنا خمسه كلهم وقسناهم راح تكون السي عندي الايدنتيتي ماتريكس مثلا هون بالحاله هاي، لانه انا قايس الخمسه كلهم، مضبوط، متوفر عندي ايه؟ توفر ال تي و اي وكل الاشياء هذه الموجوده هنا.
هذول هم تو ابروتشز الرئيس، في ابروتشز ثانيه طبعا، هذول